تبوأ العقاد مكانة عالية في النهضة الأدبية الحديثة نظر من نفسه فيها، فهو يقف بين أعلامها وكلهم هامات سامقة، علما شامخا وقوة باذخة يبدو لمن يقترب منه كالبحر العظيم من أي الجهات أتيته، رعك اتساعه وعمقه، أو كقمة الهرم الراسخ لا ترقى إليه إلا من قاعدته الواسعة. واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من المواهب والملكات، فهو كاتب كبير وشاعر لامع وناقد بصير ومؤرخ حصيف ولغوي بصير وسياسي حاذق وصحفي نابه، ولم ينل منزلته الرفيعة بجاه أو سلطان أو بدرجات وشهادات، بل نلها بمواهبه المتعددة وهمته العالية ودأبه المتصل. عاش من قلمه وكتبه، وترفع عن الوظائف والمناصب لا كرها فيها، بل صونا لحريته واعتزازا بها وخوفا من أن تنازعه الوظائف لعشقه للمعرفة. محمود العقاد. يعتبر عباس محمود العقاد من أكثر محققي مصر الذين نالوا قدرا كبيرا من الشهرة، قدرا كبيرا من الجد. عباس محمود العقاد ابن مدينة أسوان في صعيد مصر، هو من المفكرين القلائل في عصر الحديث المصري الثقافي الذي استطاع أن يكافح أو أن يحصل على مكانة عالية في الوصف الثقافي المصري دون تعليم يوازي ما أناله في ذلك الوقت. عباس محمود العقاد حصل على الشهادة الابتدائية من مدينته مدينة أسوان، لم يستطع أن يكمل تعليمه نظرا لعدم وجود إمكانيات مادية أو إمكانيات لوجستية في مدينة أسوان تساعده على المرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية. عباس محمود العقاد المولود في أسوان عام 1889 يعتبر من المفكرين الذين
شرع القدر ان يروا تطور الامه المصريه في ادق مصر الدولة العثمانية في عهد الفيديولية، ثم انتقال مصر إلى مرحلة السلطنة المصرية، ثم تحول مصر ٢٣٣ إلى مملكة، ثم أخيرا أحداث ثورة 23 يوليو وحركة الضباط الأحرار وتحول مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة. الإسلامي استطاع أن يحصل قدرا كبيرا من الثقافة والمعرفة بمجهوده الخاص عن طريق القراءة المتنوعة في كافة صنوف الأدب والعلوم والفنون، استطاع أن يجعل من معرفته معرفة موسوعية ذات زاوية واسعة، جعلته متمكنا ومختلفا عن كافة أفراد من المفكرين في ذلك التوقيت. عباس محمود العقاد استطاع أن يلم إلى جانب المارج اللغة العربية باللغة الإنجليزية، ومكنه ذلك من القراءة والاستزادة من كافة صنوف الأدب العربي. استطاع أن يتعلم الإنجليزية عن طريق احتكاكه بالسائحين في مدينته الأم مدينة أسوان، ولكن استطاع أن يطور ذلك في القراءة والاستزادة والمعرفة. عباس محمود العقاد قراءاته لم تقف على قراءة الأدب العربي القديم أو الحديث، ولكن قرأ أيضا في التاريخ، قرأ في الدين الإسلامي والعقائد، قرأ في السياسة، وقرأ في الأدب الغربي. ونجد أن كتابات العقاد بعد ذلك ستعبر عن هذه الخلفيات المتنوعة في تلك الصورة المتنوعة الألوان لمثقف مصري عصامي مكثف. وحياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح المتصل والعمل الدؤوب، صارع الحياة والأحداث وتسامى على الصعاب، وعرف حياة السجن وشظف العيش واضطهاد الحكام، لكن ذلك كله لم يوهن عزمه أو يصرفه عما نظر نفسه له. خلص للأدب والفكر مخلصا له، وترهب في محراب العلم فأعطاه ما يستحق من مكانة وتقدير. في أثناء دراسته كان يتردد مع أبيه على مجلس الشيخ أحمد الجداوي، وهو واحد من علماء الأزهر الذين لزموا جمال الدين الأفغاني. كان مجلسه مجلس أدب وعلم، فأحب الفتى الصغير القراءة والاطلاع، فكان مما قرأه في هذه الفترة المستطرف في كل فن مستظرف للأبشهين، وقصص ألف ليلة وليلة، وديوان البهاء زهير وغيرها. وصادف هذا هوى في نفسه ما زاد من إقباله على مطالعة الكتب العربية والإفرنجية، وبدأ أيضا في نظم الشعر. ولم يكمل العقاد تعليمه بعد حصوله على الشهادة الابتدائية، بل عمل موظفا في الحكومة بمدينة قنا عام 1905، ثم نقل إلى الزقازيق عام 1907، وعمل في القسم المالي بمديرية الشرقية. وفي هذه السنة توفي أبوه فانتقل إلى القاهرة واستقر بها. كان بدأ عمله في أسوان، وكان تحت أحد الوظائف الحكومية، ثم بعد ذلك انتقل إلى عاصمة مصر ذلك الوقت القاهرة، والتي كانت قبلة لكل المفكرين والأدباء في العالم العربي. حاول أن يعمل مجموعة من الأعمال، عمل بإطلاق التجارات، عمل بمصنع السكة الحديد، عمل
كان كموظف في احد المصالح الحكوميه، ولكن نظرا لطبيعته المتمرده التي لا تستقيم مع الخضوع للضوابط وقوانين ولوائح العمل، فقد استقال منها في النهايه. وقال جملته الشهيره او فيما يعني تعني كما قال، انه قال ان الالتزام بالوظيفه هي نوع من انواع العبوديه الحديثه، كما انه بالرغم من علمي ان الوظيفه والاستقاله منها في ذلك التوقيت في مصر، وكيف بالرغم من الظروف القاسيه التي كانوا عليها، كان اشبه بالانتحار بالنسبه لاي مواطن مصري، لأسرته المتميزه الخضوع الى ضوابط الوظيفه، واستقال ليبدا رحلته بعد ذلك في الصحافه المصريه. التحق عباس صاحب العقاد بالصحافة وعمل بها، وكان كانت الصحافة بالنسبة له هي المكان الأنسب لشخصية متميزة فائقة في المستقبل. استطاع من خلال الصحافة أن يظهر على الساحة المصرية الأدبية والفنية وحتى السياسية، وجعلته الصحافة يرى تطور الحياة السياسية المصرية عند قيام ثورة 19، وكان من أهم الأشخاص البارزين في الحياة السياسية والفكرية وقتها، حيث كان من المؤمنين بسعد باشا زغلول وبقيادته للأمة بعد ثورة 1919. وحتى بعد ذلك وصل في السياسة إلى أنه قد صار عضوا بالبرلمان المصري بمجلس الأمة وقتها. وبالتالي فهو لم يتابع فقط السياسة من خارج، ولكنه تابعها من داخل العمل السياسي أو المسرح السياسي كما يقال، من خلال التحقق بالمدارس النيابية المصرية لذلك الوقت. وعباس محمود العقاد بالرغم من انه لم يكن يملك المال او لم يكن يملك الانتساب الى العائلات الكبيره في ذلك الوقت، وهي كانت من المؤهلات الرئيسيه لاي سياسي مصري، ولكن كان فكره واعماله وانتاجه الادبي والمعرفي هو سلاحه لتصدر المشهد السياسي والمشهد الفكري والادبي في الصحف المصريه في ذلك الوقت. عباس محمود العقاد له انتاج فكري غزير، ومن اهم اعماله الفكريه والادبيه هو تأسيسه لمدرسة الديوان الشعرية مع عبد القادر النجمي، وكانت هذه المدرسة هي بداية التأصيل للتجديد في الشعر العربي الحديث. كان أول اتصاله بالصحافة في عام 1907 حين عمل مع العلامة محمد فريد وجدي في جريدة الدستور اليومية التي كان يصدرها، وتحمل معه أعباء التحرير والترجمة والتصحيح من العدد الأول وحتى العدد الأخير، فلم يكن معهما أحد يساعدهما في التحرير. وبعد توقف الجريدة عاد العقاد عام 1912 إلى الوظيفة بديوان الأوقاف، لكنه أيضا ضاق بها فتركها واشترك في تحرير جريدة المؤيد التي كان يصدرها الشيخ علي يوسف. وسرعان ما اصطدم بسياسة الجريدة التي كانت تؤيد الخديوي عباس حلمي، فتركها وعمل بالتدريس فترة مع الكاتب الكبير إبراهيم عبد القادر المازني، ثم عاد إلى الاشتغال بالصحافة في جريدة الأهالي عام 1917، وكانت تصدر بالإسكندرية، ثم تركها وعمل بجريدة الأهرام عام 1919، واشتغل بالحركة الوطنية
التي عملت بعد ثورة عام 1919 وصار من كتابها الكبار مدافعا عن حقوق الوطن في الحرية والاستقلال، وأصبح الكاتب الأول لحزب الوفد المدافع عنه أمام خصومه من الأحزاب الأخرى، ودخل في معارك حامية مع منتقدي سعد زغلول زعيم الأمة حول سياسة المفاوضات مع الإنجليز بعد الثورة. عباس محمود العقاد كان شاعرا وكان غزير الانتاج الشعري، ولكن كما قال عن كثير من المفكرين المصريين بعد ذلك ان كان شعره دائما يصل بغلبة العقل على العاطفة، وذلك يؤكد طبيعته العقلانية المؤمنة بسيطرة العقل على القلب كما سنتكلم في بعد في سيرته وحياته الاجتماعية. بس محمود العقاد كان من هنا لا أقول أنه كان يسعى له، ولكن لم يكن يفر من معركة فرضت عليه. فنجد مثلا أن له معارك أدبية هامة عندما كان على خلاف مع مصطفى صادق الرافعي عن موضوع إعجاز القرآن، مثلا خلافه مع طه حسين، كان هذا الخلاف الفكري هو عبارة عن حالة من الأخذ والرد على صفحات الجرائد المصرية، وكانت نوع من أنواع الزخم والإثارة لتلك البحيرة التي تتكون في العقلية الثقافية المصرية. عباس محمود العقاد له أيضا مجموعة من المعارك السياسية الهامة عندما اصطدم بالملك فؤاد في واقعة العين في الذات الملكية كما تم اتهامه وقتها، حيث كان الملك فؤاد يحاول أن يعدل مجموعة مواد في الدستور المصري وقتها، ولكن عباس محمود العقاد وقف في البرلمان ليبدأ في رفض ما يريده الملك فؤاد، مما أدى إلى اتهامه بالعيب في ذات الملكية، وقد تم سجنه لمدة 9 أشهر في ثلاثينيات القرن الماضي. عباس محمود العقاد كان من أعداء الأفكار الفاشية، نجد أنه كان معادي للشيوعية، وكتب فيها مجموعة من الكتب التي تحللها وتبين مثاويها وكيف أنها فكر شمولي يقيد الحريات ويعارض مبادئ الدين الحنيفة، بالإضافة إلى أنه كان معادي للنازيه التي ظهرت في أواخر الثلاثينيات في ألمانيا في ذلك الوقت، وحتى بعد قيام الحرب العالمية الثانية من كثر أو من كثرة عداء النازيه وكيف كان معاديا لها وكيف كان ينصح الشعب المصري من مؤيدي هذا الاحتلال الألماني الذي سيخرج كما اعتقد بعض المصريين الاحتلال الإنجليزي من مصر، كيف أنه كان معادي له، لدرجة أن عندما وصل القائد الألماني رومل إلى حدود مصر تولى عباس محمود العقاد نظرا لأنه كان على القوائم المطلوبين في النظام النازي وقتها، اضطر إلى الهروب إلى السودان ولم يعد من السودان إلى مصر إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ليعود إلى مصر بعد أن تم انتهاء تلك الأفكار الفاشية. Thank you.
Thank you.